السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا على قناتي وقناتكم اللي هي جميلة بريسيج. موديل جديد ديال هاد الكاب اللي كيجي مع تكاشط او لقفاطن او السلهام كما كان نسميه. هذا كان مقترح كذلك من المقترحات ديال واحد الاخت، وبما اننا في واحد الوضع اللي كنا جالسين فعلاش لا من اي حاجه كانت نفصلوها، علاش لا. ونتمنى فعلا كل شيء يستافد، وكنفرح بزاف ملي كتدخل عندي الخاص وكتوريوني انكم فصلتوا ولو غير على طريفات صغيرين، ومن بعد ان شاء الله منين تحيد الازمه تشريو الثوب وتفصلوا علاش لا. بالنسبه لهاد الثواب هادو فهما كما كتشوفوا تويبات زوينين، هذا ممكن يكون غير مسلم كيكون زوين من الفوق من غير ما ديروا الساتا. ونخليكم مع الموديل طبعا، حاجتنا في 3 متر ديال الثوب اللي كنشد الثوب ديالي بحال هكا ونخدم هنا هنا. طبعا كما قلت لكم ما غاديش نبقى نعطي العبارات، لان كاين بزاف اللي كيتقيدوا بهذوك العبارات وكيسحبوا كيقولوا ممكن تكون هي صحيحه، فما كيكون صراحه هو هذاك العبار، راه كل واحد وعبارو. هانتوما اذا غندير الكتاف، انا عندي هنا 20 هي هادي، وغنحط واحد 20 ديال الكتاف من هنا، ندخل بتسعود نهبط هنا بثلاثة، كنلاقي هاد النقطتين. واخا ما غاديش نخدمو التركيز فهو عندنا التركيز، غنديروه كنهبط من هنا لهنا انا ب20، ولا بغيت نقصها ثلاثة كنهبط غير من هنا كندير 17، ولكن انا من هنا لهنا كنهبط ب20 هي هادي. كنعبر الصدر ديالي اللي هو عندي فيه 28، وهذا بحال هكا. كنجي هنا كندخل الايفازي ديالي كنهبط ب14، كندخل بجوج او كندخل بثلاثه على حساب السيده، وكنهبط بهذه الطريقه هذه. كنكون ديجا انا عابره الطول شحال عندي فيه، هو دائما كيجي طويل شويه على القفطان او على التكشيطه، وحتى الا بغاتو الكليان قصير فراه كنديرو قصير ديك الساعه على حساب الطلب ديال الكليان. اذا حاجتنا في 3 متر ديال الثوب، الا كان القفطان غادي يكون طويل حتى لتحت، كان غادي يكون قصير فغادي نعبروا على الطول ديال السيده شحال بغاتو، تما غادي تخدم القفطان من هنا لهنا. طبعا انا ما غاديش نعطي عبارات اللي تكون اساسيه، حيت بزاف لاحظت انهم كيتقيدوا بهذوك العبارات. ملي كنقول لكم طي عبار ستوندار راه هو ستوندار، ولكن الا كان غير عبار عشوائي كنجيبو غير باش نخدم معاكم فراه هو غير باش نخدم معاكم. هنا نطوي الثوب ديالي على جوج هكا، غادي نخدم هنا الكتاف. مثلا انا عندي 20 في الكتاف اللي هي هادي، ندخل من هنا لهنا 9، نهبط بجوج ها هي، كنخدمها بحال رانا طاويه على 4 ولكن انا ما طاويش على 4. هنا كنزل بثلاثة كنلاقي هاد النقطتين بالطريقه هادي، كندير التركيز ديالي هنا من هنا لهنا كنهبط ب20 للفوق من هاد النقطه حتى لهاد النقطه، اما الا بغيت نهبط من هنا كنهبط انا غير ب17. كنجي كندير صدر عندي 28، كنخليها غير هي 28 بحال هكا. كناخد الطول ديالي اللي هو عندي مثلا 36 هي هادي 36 ديالي، كنزيد عليها واحد 4 فقط، لان كنزيد داك الطول الطول ديال السيده اللي عندي، وكنشوف واش بغاتو يكون طول من القفطان. الا كان طول من القفطان فكنزيد زائد هذاك العبار ديال القفطان، بحال مثلا القفطان خديت فيه انايا 160 كنزيدها واحد 4 سنتيم او 6 سنتيم، خديت فيه 150 كنزيدها كذلك 4 سنتيم او 6 سنتيم باش يكون طويل من القفطان. كانت بغاتو قصير كنشوف العبار اللي بغات هي قصير كنديرو ليها انا. اذا انا هنا قلت لكم هنا 36، اذا زدت هنا عندي 1.40 اللي هي هادي، كناخد 40 ديال الايفازي ها هي، كنلاقي ما بين هاد النقطتين، ولكن حتى كنزل هنا ب 14 وكندخل في الايفازي عندي 2 سنتيم اللي هي هادي، وكنلاقي هاد النقط بحال هكا الطريقه هادي. هنا واخا تشوفوها بحال هكا باقي غادي نخدم فيها خدمه ثانيه اخرى اللي غتشوفوها معايا. هنا هي هادي، هنا كنجي هنايا وكنلاقي ما بين هاد النقطه وهاد النقطه، كي غادي ندير بهاد الطريقه كتجينا دايره هكا هكا، كنبقى هذا وهابطه
هكذا حتى كنخرج فين، حتى كنخرج ديك الربعين ديالي. يعني انا هنا ما خدمتش كاع هاد الايفازي، انا غير درته باش كيبان ليا شنو كندير. هنا كنقاد هاد الدوره هادي ديالي كتجيني مقاده مزيان بهاد الطريقه هادي بحال هكا، لان هي اللي مهمه. هنا دابا هنا فين غتقطع المقص، من هنا لهنا كنشدو، هذا هو الكتف، الكتف ديالنا هنا الفوق كنشد، كنعبر من الكتف حتى الكوع ديال السيده فين غادي تحل هنا الجيب او فين غتخرج يديها كما شفتو في الصوره. وكنحل هاد البلاصه هادي من هنا لهنا، نقدر ندير 15، نقدر ندير حتى العشرين، يعني شوف السيده قداش بغاتو مفتوح. اذا هاد البلاصه هاد النقطه هادي تفهمنا عليها. كنجي هنا، كنجي هنا من هنا كنهبط، كنهبط هنا ب 14 اللي هي هادي، وكنلاقي هاد النقطه الثانيه، اما كنديرو في اما كنديرو داير. من بعد كنجي هنا كندخل 4 4، انا غادي نقول لكم علاش كندير هاد الربعه، 4 4 4 4 4. هاد الربعه هادي هي كنلاقي من هنا، كنجي داير لها بحال هكا هانتوما بهاد الطريقه هادي هاهي. علاش علاش كنديرها بحال هكا؟ هي كنجيها بها دايره هكا. علاش كنديرها بحال هكا؟ باش باش ملي كتكون لابسه السيده هاد السلهام او هاد الكاب هذا، تحت كيكون كتكون تحت منها التكشيطه او القفطان، هذيك التكشيطه والقفطان فيها السيفه، اذا خص هاد السيفه تبان، او فيه الطرز خص الطرز يبان، او فيه التنبات خص التنبات يبان يبان. فانا اللي خليت الضوفه ديالي قد العبار ديالها اللي واخده هي في التكشيطه، اذا حكمت على هذاك اللبسه التحتانيه ما غتبانش ليا بصفه نهائيه، واخا تعيا ما ترجع اللور او دير قدام ما غتبانش ليا. ولكن الا دخلت انا من الديبار ديالي من الخدمه ديالي دخلت ليها بهذيك 4 او حتى 6، فراه هي مزيانه ما تخافوش منها، دخلت ليها بسه، فهي غتعطيني ان غتبين ليا هذيك القفطان او التكشيطه اللي كاينه لتحت. كنظن هذه النقطه فهمتوها. من هنا كنشد هنا كنقطع نتوما هادي، كنمشي مع هذا الخط، هذا هو ديالي الاساسي، هو هذا هكا هكا. كنجي هنا ضروري من هذه الدوره هذه انني نحترمها في التقطاع. نتمنى انكم تخدموه على ورق بحال هكا، ومن بعد البنات تخدموه على توب، بما اننا في هذا الوضع هذا اللي حنا فيه، فخدموا على توب على الورق ومن بعد على التوب صغير. كنجي كنحيد هاد الربعه او سته كما قلت لكم اللي بغيتو، ماشي مشكل. كان كذلك كنحترم هاد الدور هذه، وخا صغير كنحترمها، وكندور وكنجي هنا كندير لفي هكا. كنجي نحطو كنحطو بحال هكا، عفوا بحال هكا، عفوا انا قلبتو، كنجي كنحطو بحال هكا. لان هادي هي هذا هو القدام، كنعبر كنهبطو بهاد الطريقة، أو كنحط هنا كنطراسيها. الطراساج دابا اللي هو عادي، في نفس الوقت كنعبر طراسي تجياب هنا وهنا، كنهبط غير بجوج وكنلاقيهم مع بعضياتهم، كنحيد الضو ديك لي هنا، كنحترم هاد الدوره كما قلت لكم في الاول، ها هو، وكنهبط بهاد الجوج، وهنا كنكراني فين نبغي نخدم، وهنا كنكراني كنحلها ها هي ها هو. كذلك من هنا اللي كنشد هادي كنكراني هنا وكنكراني هنا، باش منين نبغي نخدم كيبان ليا شنو كندير. هانتوما هاو، اذا ها علاش هضرت انا في الاول على هنا، اللي كيكون مثلا نعتبروا هذا هو التكشيطه لتحت، كتكون ديك السفيفه او كيكون داك التنبات والطرز، مهم كيكون هنا كيبان بحال الطريقه هذه بان ليا. اذا شنو كنديروا هنا؟ كنخدموا الكابلي ديالنا بحال هكا، ومن هنا وكندوروه على الجيب، وكنجيو كنجيو من هنا من هاد الجهه. علاش قلت لكم كنزيدو غير شي حاجه قليله، غير جوج ولا اربعه ولا سته زايده على داك القفطان، لان كنطوي غير شويه، لان غير كابلي كنطوي غير شويه، كنبدا من هاد النقطه هادي وكنطلع هنا، كندور على الكول، كنجي هنا ندور هنا نجي هنا وندور على الظهر من التحت،
كنرجع في نقطه البدايه اللي هي هذه، كنعاود عاوتاني فوق منها الدوره ديال الكابل باش كتجيني، باش كتجيني الخدمه فيه مزيانه. وهنا كما قلت لكم راه كنخدم هو الاول، كابلي كنلاقي هنا، كنلاقي بالبيكوس لهنا، عاود لاقيت لهنا، وندير الكابلي ديالي ونحترم انني راه عندي هنا الجيب خصني نخدمه فوق منه، كنخدمه بهذه الطريقه هذه، كنخدم الكابلي من هنايا وعاوتاني هنايا صافي. ملي كنحبس كنجي للجهه الاخرى حتى هي، وهنا باش ما كيجينيش تقطع في الكابلي كنخدم، كنبدا من هنا وكندور وكندور هنا وكندور على الامام اللي هو هذا هو، كنضرب عند الظهر عاوتاني كنجي وكنرجع من نفس الجهه حتى لهنا وكنرجع. نتمنى فعلا ان هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، مرحبا بجميع التساؤلات تحت في التعليق ديالكم خليو لي تحت الفيديو، او كذلك الناس اللي كيدخلوا عندي الفيس مرحبا، مرحبا بجميع الموديلات خليهم لي فقط على الماسنجر. بالنسبه للناس اللي كيدخلوا عندي وكيسولوني على الموديلات القدام انني نديرهم او نعاودهم لهم، فنتمنى انكم تدخلوا للقناه، كاينه بلاي ليست وكل بلاي ليست مكتوب عليها، كاينه ديال المرمه بوحدها، كاينه ديال الفصاله بوحدها، كاينه ديال الجلال بوحدها، كاينه ديال التكاشط بوحدها، كاينه ديال الكروشي بوحدها، فكتدخلوا لهذيك البلاي ليست كتشوفوا شنو الموديل اللي بغيتوه، واش مرمه ولا فصاله ولا هذا، وكتدخلوا كتلقاو الفيديو، لان بزاف تساؤلات او بزاف الفيديوهات كيرجعوا لهم الاخوات كنقول حتى كنقول لهم راه دخلوا راه كاين في البلاصه الفلانيه. نتمنى فعلا يعجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تشجعوني اكثر واكثر، لان تشجيعاتكم هي اللي كتزيد تخليني نحط لكم الفيديوهات بحال هكا، واخا صراحه حنا في هذا الوضع هذا، ولكن كنشوفوا ان كاين تعليق ولو غير تعليق واحد كيخليك او كيحفزك انك تنوضي وديري واحد الفيديو، لان هذا الموديل هذا كانت طلبته غير اخت وحده، وقلت علاش لا، مادام كاينه وحده طلبت واحد الموديل الا ممكن يكونوا جوج وثلاثة، وعلاش لا. مرحبا بجميع التساؤلات ديالكم كما قلت لكم، نتمنى ما تنساوش الاعجاب وتعليقكم زوينه وتبارطاجيو الفيديو. طبعا كانت معكم جميله على قناتي وقناتكم اللي هي جميله برستيج.